قلب إلى كل زملاء في إذاعة تونس الثقافية بمناسبة عيد ميلادها. معنا الزميل رمزي العياري مدير إذاعة تونس الثقافية. رمزي صباح الخير، يومك سعيد وهنيئا بعيد إذاعة تونس الثقافية. صباح النور، ألف تحية نرسلها إلى مستمعي الإذاعة الوطنية، وألف شكر لك صديقنا وزميلنا وأحد مؤسسي الإذاعة الثقافية حبيب جراء. شكرا، أنا أفخر وأسعد أني كنت الصوت الأول مع إنصاف خير الدين اللي تكلمنا في إذاعة تونس الثقافية. الحقيقة هما يعني الجيل المؤسس، معناتها يعني حط الإذاعة على السكة الصحيحة متاحة كما نقوله، والإذاعة هي تواصل الدرب متاحة، هي في سن الرشد، يعني ذكرى 18 لتأسيسها. نعم. ونحن نواصل المسيرة، وهذه الإذاعة هي منفتحة على كل الحساسيات الثقافية الوطنية من شمالها إلى جنوبها، هي إذاعة مركزية لكن سلوكها لا مركزي، يعني نحن نتناول الثقافة في كل الجهات وفي كل الأبعاد وفي كل الأمكنة، والشبكات الإذاعة الثقافية تدل على ذلك. أكيد أكيد، يعني دور الإذاعة الثقافية مش يختلف، وإنما عندها توجه معين رمزية. بالطبيعة يعني الإذاعة الثقافية هي يعني منشغلة بالحياة الثقافية كلها. نعم. يعني احنا في سواء في مستوى الإخبار حول الأحداث الثقافية والتظاهرات الثقافية الوطنية الكبرى كما قلت في كل مكان من الجمهورية التونسية، وأيضا هي فضاء للنقاش لإذاعة ثقافية، يعني تقارب المسائل الثقافية والقضايا الثقافية، تطرحها للنقاش بحضور المثقفين أنفسهم وبحضور النقاد وكل المعنيين من جمعيات. والحقيقة يعني الإذاعة الثقافية يعني تقوم بدورها بكل هدوء. أكيد أكيد، الجيل الجديد بطبيعة أعطى دفع للإذاعة الثقافية من خلال التنوع في برامجها، مش كان برامج أدبية أو فكرية أو حضارية أو ثقافية، وإنما برامج متنوعة أيضا. نعم. لأنها نعم. تحاول الإذاعة أنها تلتصق بعامة الناس كذلك. بطبيعة احنا يعني الأجيال يعني تأخذ بعضها برقاب بعض كما يقال، يعني نواصل في نفس مع تجديد، يعني يعني البرامج فما جدة في التناول، يعني نواكب المستجدات، سواء حتى برامج يعني تتعلق بالتكنولوجيا وتتعلق بالذكاء الاصطناعي، و يعني حتى في المسائل المتعلقة بالبيئة، يعني التثقيف بالمعنى الفلسفي والفكري للكلمة. نعم. ولسنا ننشغل يعني بالأدب أو بالشعر كما يظهر فقط، نحن نتناول كل قضايا السينما والمسرح والفنون التشكيلية والتراث وثقافة الطفل والمسائل المتعلقة يعني حتى بالتكنولوجيا كما ذكرت والبيئة، يعني هذه والتربية على وسائل الإعلام، يعني تقريبا نحاول قدر الإمكان، هذا فضلا عن العلوم الإنسانية الاجتماع والفلسفة وعلم النفس، يعني وقضايا التربية والتعليم، يعني كلها موجودة في شبكاتنا من خلال برامج عميقة، نحن نذهب إلى العمق أي. في تناولنا لهذه المسائل. نعم، وطبعا الإذاعة تعمل على استقطاب معناها الجامعيين مثلا، الأكاديميين أيضا دورهم بطبيعة. كبير في البرامج من خلال نوعية ما يقدمون. بالطبيعة هذا مما لا شك فيه، يعني الجامعة نعتبرها شريك في المسألة الثقافية، ودور الجامعة أن هي يعني تصل عبر المنابر الإعلامية، والجامعيين يحضرون يعني في البرامج، سواء البرامج المتعلقة بالسرد والنقد وكما أشرت في العلوم الإنسانية وحتى في العلوم الصحيحة أيضا في مسائل يعني الإذاعة الثقافية منفتحة تقريبا بنسبة كبيرة على كل الجامعات التونسية،
سواء هم ينتجون برامج معنا أو يأتون كخبراء يتم دعوتهم من سواء في البرامج التنشيطية مع الزملاء الصحفيين ولا حتى مع المختصين. احنا يعني شبكة فيها جزء كبير من المختصين اللي هم ينتجوا برامج في الإذاعة الثقافية. نعم نعم. مرة أخرى أحييك رمزي العياري مدير إذاعة تونس الثقافية، مبروك عيد ميلاد هذه الإذاعة، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله كذلك الإذاعة تلقى الصدى الذي تستحقه في الحقيقة باش تكون مسموعة أيضا، لأنها تعتمد على الإثارة، هي مش كيما برشا إذاعات أخرى هكا تستدر هكا وكاين يتقرق بالمستمعين أسمعوني، هي عندها شخصيتها، عندها دور كبير في الإعلام بالطبيعة وفي التثقيف خاصة، لأنه هي نافذة مفتوحة على بلادنا، على حضارتها، على تاريخها، على أدبها، شعرها، فنها، وكل ما يتعلق بالحياة اليومية كذلك للتونسي، كيف يعيش، كيف يتنفس، ماذا يقرأ، ماذا يشاهد، كل هذا يكون هذه المادة المتنوعة في الإذاعة الثقافية. ما نحبش ننسى المؤسسين كما المرحوم الأستاذ أحمد الحذيري اللي أعطى دفعة وانطلاقة باهية للإذاعة في أول البث متاعها، وكذلك الأستاذ كمال عمران، وأيضا الزميل صالح بيزيد أيضا. طبعا أكيد هما جيل المؤسس المنصف السويسي محمد الغزي جميل الماجري، يعني هذا الجيل هو اللي حط الإذاعة الثقافية على الطريق السالكة أو الطريق السالمة الصحيحة اللي احنا نواصلوا فيها الآن. والحقيقة الإذاعة الثقافية من خلال الأسماء التي مرت، الكبار المثقفين التونسيين مروا من الإذاعة الثقافية، وهكذا أصبح الإذاعة الثقافية رصيد وذاكرة، وحتى ثم حصص تحولت إلى مراجع ووثائق يعني يعود إليها الباحث، وهي يعني أصبحت جزء من ذاكرة التونسيين. والإذاعة الثقافية هي يعني تسلك طريقها بهدوء وبثبات ونعم، ويعني تنشغل بالثقافة في أبعادها الكل في المناطق الكل بهدوء وبعمق وبعيد عن الإثارة كما ذكرت صديقنا حبيب. يعني نحن لا, 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 لا نجنح إلى الإثارة، نحن نجنح إلى الجدة وإلى الثقافة الوطنية. شكرا رمزي العياري، شكرا لك على الدعوة، نكمل لنا التسعة أنت وانت عدى بحذك. شكرا، مرحبا بك. شكرا صديقنا حبيب، شكرا، إلى اللقاء.